مرحبا، حلقة جديدة من أجندة بنعرفكم من خلال اليوم على أبرز النشاطات يلي عم بتصير على الصعيد الفني الاجتماعي والثقافي. ألبوم جديد للفنانة أميمة الخليل حمل عنوان مطر، يلي تم توقيعه بالفيرجن ميجا ستور ببيروت، حيث اجتمع كل الفنانين والأصدقاء والفانز. كل التفاصيل بهالتقرير. قدمت الفنانة أميمة الخليل عدد من الأغنيات من خلال ألبوم تحت عنوان مطر، وذلك بالفيرجن ميجا ستور وسط بيروت وبحضور عدد من الشخصيات والأصدقاء والفنانين. العمل هو مطر، انطلق من أنشودة المطر للشاعر العراقي بدر شاكر السياب، وبعدين الخطوة الثانية كانت خيار المؤلف الموسيقي اللي هو عبد الله المصري لهالقصيدة، مش أنا اللي اخترتها الحقيقة. كتبت عمل لست أميمة وضفت إنه يكون، وأصريت إنه يكون طبعاً رامي خليفة اللي هو عم يتنفس مثل ما قلنا مع أميمة بالشغل من خلال البيانو. العمل مثل ما قال عبد الله هذيك ساعة، هذا تاني مشاركة لي مع عبد الله، وبالحقيقة ما كنت فكر ارجع اشارك بهالقرب معه لعبد الله، لانه على اساس عبيته بشيء لأميمة، بس تلفن لي على فرنسا وقال لي ليك كتب شي لأميمة، بس كتب شي لك كمان زيت القطعة وبدي اياك تلعب. كانت مفاجأة لي. قدمت المصممة سنة أيوب مجموعتها الأولى من التصاميم يلي تميزت بالجرأة والابتكار. العرض كان بمطعم السنترال ببيروت، وذلك بحضور عدد من الوجوه الاجتماعية والفنية المهتمة بعالم الموضة والأضواء. أطلقت المصممة سنة أيوب مجموعتها الأولى من أحلى وأروع التصاميم بمجال الأزياء. هالحدث صار بسنترال بصيف فيليج وبحضور عدد كبير من الشخصيات ومحبي آخر صيحات الموضة. بموسم Spring and Summer 2014 بلشت أعمل ريسيرش. أول شيء جذبني هو كانت إنديا وكل الألوان اللي عندهم إياها هن بالفستيفال أوف لايتس، من الفيفيد كولرز الفوشيا لحتى المود اللي كانوا بيكونوا هن فيه، وقتا بيكبوا الباودر، وقتا كيف ينبسطوا، كيف يعملوا كاونت داون. So it's so exciting. ونحن بدنا نكون بلشين بخصوص سامرز اند سبرينج اند سامر، نبلش نتحمس شو بدنا نجيب اغراض، شو الكولرز النازلين. اول شيء مفكر فيه كولرز، واول شيء جذبني بهذا الموضوع هو الالوان. الالوان اللي كثير هيك بتعطي حياه، بتعطيك فرح. بلشت استعملها، بلشت اعمل ريسيرش اكثر، بلشت شوف ارتست بيهتموا بهالموضوع كمان. ارتست بحبوا الالوان، بحبوا يعملوا مزج بمثلا الالوان القويه والالوان الخفيفه مثل الباستيل،
وبلشت على هالاساس اعمل الكولكشن، قصص فيها ديرينج تكون مبينه اكثر، الكليفج مبينه، الظهر سو بتنوع، مثلا اذا في شيء كثير سكريم من قدام بيفتح شوي اكثر على الظهر، على الظهر، فمن يعني كان في تنويع بافكاري. دقايق كتير صغيرة مع الإعلان، نرجع معكم لنتابع أجندة، خليكن معنا.